اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فاربط في أيامه المباركة على قلوب كل من فقد عزيزا لديه، وخفف عنهم ما أصابهم، واجبر حزنهم وانكسارهم، واكتب لهم أجر الصابرين المحتسبين، واغفر لأرواح كانت تنتظر رمضان معنا والآن أصبحت تحت التراب، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا بهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.